شنت عناصر الأمن التابعة للنظام الإيراني حملة اعتقالات استهدفت الشباب المشاركين في المظاهرات الأخيرة في مدينة المحمرة جنوب غرب إيران. ونقلا عن مصادر ميدانية، فقد بدأت القوات الأمنية حملة الاعتقال في وقت متأخر من الليل، وبدأت بشكل عشوائي أثناء المظاهرات قبل أن تتحول إلى حملة مستهدفة، حيث أقدمت القوات على اقتحام منازل المحتجين وإخراج الشباب من بيوتهم لزجهم في السجون. وكانت قوات الأمن قد انتشرت على نطاق واسع في المدينة لقمع المظاهرات ومنع حدوثها، إلا أن المحتجين خرجوا للمطالبة بحقوقهم قبل مهاجمتهم من قبل القوات وشن حملة الاعتقالات.